من حسن الحظ الحمد لله توجهت للدكتور أحمد عطية الدهشة، والحمد لله مساعدة الدكتور أحمد الله يجزيه الخير. نقصني وزني 14 كيلو. ما بتتخيل شو الإحساس، جميل جدا إحساس، يعني الإحساس النفسي صراحة جدا كان جميل. عدا عن إني الحمد لله تخلصت من آلام الركبة، صرت بصلي صلاتي يعني من غير الاستعانة بالجلوس على الكرسي، لأن أنا حسيت هاي الاستفادة عكست على جسمي، عكست على بشرتي، عكست على أشياء كثير بصراحة. فالحمد لله رب العالمين استفدت كثير من هاي التجربة، لأنه كان بيعتمد على حرق الدهون هو على نظام الغذاء اللي بيعطيني إياه كل أسبوع، كان بحفز جسمي إنه جسمي نفسه يحرق الدهون من نفسه. فالحمد لله رب العالمين نزلت 14 كيلو. شكرا جزيلا لدكتور أحمد عطية الدهشان، لأنه كان ما بخل علي لا بأي معلومة ولا بخل علي بوقته، كان يعطيني وقت كافي جدا طويل بال جدا، يعني يتحملني بأدق الأسئلة بأدق التفاصيل يجاوبني عليها. عمره ما استأمن أي يعني سؤال طرحته عليه، عمره ما بخل علي بمعلومة من معلومات الصحية أو الغذائية. بشكره جزيل الشكر عن جد، يعني تعب معي ولكن الحمد لله التعب ما راح خسارة، أسفرنا بنتيجة جميلة جدا الحمد لله. فأنا تجربتي مع الدكتور أحمد عطية الدهشان فادتني جدا جدا جدا، بتوجه له جزيل الشكر. طبعا تجربتي مع الدكتور ما فادتني بس أنا لحالي صراحة، يعني فادتنا حتى كعائلة، يعني كأبنائي بناتي. كلمة أخيرة، الدايت عمره ما كان ترف ولا عمره كان دلع، بالعكس الدايت يعني حياة صحية بنصح الجميع فيها. درس أخير بعتبره مهم جدا لازم نتكلم فيه، التجارب أحيانا من بعيد بتبين أنها صعبة المنال، لكن الأمور بتكون سهلة جدا إذا توفر عزيمة وإرادة. يعني بالعزيمة والإرادة فعلا كل شيء ممكن يتهيأ لنا أنه صعب يصبح سهل المنال. أنا بعتقد أنه هذا كان درس هام جدا في تجربة مدام فريال، وشكرا لكم.